لو ربنا مش عايزك تشوف الفيديو ده اكيد ما كنتش وصل لك، ما كنتش هتشوفه. مفيش حاجة اسمها صدفة، في حاجة اسمها قدرا. اي حاجة بتجيلنا هي قدر. ابشر، ربنا بيبشرك. ولو انت شايف ان الفيديو ده في حد محتاج البشرة دي اكيد تبعتها له، واجب عليك تبعتها له او تحطها على الستوري او في اي حتة توصل له. لو انت شايف ان انت او انت استحملتي كتير، مخنوقة متضايقة من اللي حواليكي، مش عايزة تتعاملي معاهم، ظلموكي كتير، حاسة بضيق، عندك مشكلة، عندك ضائقة مالية، من لزم الاستغفار. من لزم يعني ايه؟ يعني ايه لازمة؟ يعني كل يوم بقعد استغفر. مش هستغفر النهارده، ده انا هستغفر 1000 مرة واجي بكره ما اعملش اي حاجه. لا، خلي الاستغفار لازمه. من لزم الاستغفار كان له من كل ضيق مخرجه. لازم تفهمي كده كويس قوي، من كل ضيق، من كل هم ربنا هيخلصك منه، بس انتي استغفري. استغفر الله العظيم.